أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاوي. والسؤال ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم هو: شنو تعلمتي من ولاد الحومة ديالك؟ خليكم معانا. شنو تعلمتي من ولاد الحومة ديالك؟ وصراحة شغنقول لك غتشعلي ملا تدرس معاهم، ولكن هانيا غانا كنتينا كتعرف الحومة ديالنا تبارك الله فيها غير الأطباء والدكاترة، فيها غير قطيغوس غير الشمكارة، تعلمنا منهم يعني داكشي غير الواعر، فهمتي؟ غير قطيغوس بنانات الشفاريغ، ما تعلمنا واتينا خوا ديالي وما تعلمت منك والو، غادا غنتعلم لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعزك أخاوي، شكرا شكرا، لا يرضى عليك. شني استفدت من ولاد الحومه ديالي؟ الخاويه اخي، اي خاويه، حتى انا مور الخاويه، هذه هي بنادم درت الحومه الاميه انا اخي، اي حتى واحد ما خرج قاري، حتى واحد ما وصل شي حاجه، لا العاد انت ما كتفكرش توصل شي حاجه ويستافدوا منك حتى انت دريت الحومه ديالك؟ من حومه قطانجه كيشوفونا كيقلبوا الطريق، كلشي كيعرفنا اخي، اي حق لا اله الا الله. شنو استفدت منهم اخي؟ اي في فعاليات الصحراويه شنو تعلم من حاضيه العباد الله وتصنموا مع بعضياتنا؟ دابا شنو استفدت منه دابا هذا؟ يقول شنو استفدت منه؟ ما استفدت منه والو. البوست ديالكم عندكم اللي كتجمعوا فيه كون مرة فيه في 6 هنايا، في 7 الليل، في 12 الليل تحت، كون مرة فيه كنتجمعوا. خاي سوري انسقسك، شنو هي الحاجة اللي استفدتي ولا تعلمتي من ولاد الحومة ديالك؟ وأول حاجة ما استفدت منهم والو وما تعلمت منهم والو، بغاو يبليونا ما تبلينا شي، ومهم عاوس استفدنا منه بشي حاجه، علمونا نلعبوا الكره، هادي وهادشي اللي كاين. خوا ديال الدراري الحومه ديالي باقي ما لحقتهمشي باش نستافد منه، حيت الدراري الحومه كاملين حرقوا، كاين اللي سال على الله وكاين اللي كلا الحوت. خلاصه شنو تعلمتي من ولاد الحومه ديالك؟ تعلمت من الدراري الحومه ديالي الخوا ديالي هي انتم السابقون ونحن اللاحقون، الهجره الخاوه ما كايناش. اللهم يستر اخاو. امين الخاو، الله يحفظك. الله يسهلك. يرحم والديك امك. شكرا بزاف. السلام عليكم خاي اوبا. وعليكم السلام خاي ايوب، تحياتي ميكرو طنجاوي الخاو. الله يعزك خاي اوبا. عن سقسك شنو استفدتي ولا تعلمتي من ولاد الحومه ديالك؟ تعلمنا الخاو نوقفوا، انا طارق حافظ سامة الزمن تاسيا وعبد الرحمن الخاو كامل قصيرات كامل، عرفت شنو اسمه، دخل انستغرام ديالو كامل. وحتى هنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم، كان معكم ايوب جفاري، نتلاقوا في فيديو جديد وحلقه جديده. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.